الحكومة الجزائرية في مواجهة غضب العمال، فلليوم الخامس على التوالي تواصلت أمس الخميس احتجاجات عمال المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية سوناكوم المملوكة للدولة لتمتد إلى مختلف مؤسسات المنطقة الصناعية برويبة شرق الجزائر العاصمة. ألاف العمال محاصرين بسياج أمني حاملين شعارات تندد بالحجرة والحالة المزرية للعمال، طلبوا بتحسين ظروف العمل والزيادة في الرواتب. لن نستهدف العمل حتى تتحقق مطالبنا، أولا رفع الأجور، ثانيا التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق الذي كان من بين أهم المطالب العمالية. فهذا المطلب لا يعني عمال مؤسساتنا وحسب، بل كل العمال الجزائريين، يقول مصطفى زيتوتو عضو نقابة العمال. ما يقدرش يخدم حتى 60 سنة هنا في الآخر. الانتفاضة العمالية سجلت بعض الاشتباكات الطفيفة بالأيدي مع عناصر مكافحة الشغب عندما تحركت الأخيرة لمنع المحتجين من السير باتجاه العاصمة. سنواصل احتجاجنا، لا يحق لنا أن نتوقف، يقول هذا العامل. كما طلب العمال برحيل عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، متهمين إياه بخيانة مطالب العمال. فهذه هي حال العامل الفقير في بلد غني، يقول الجزائريون إن غناه ليس حقا للجميع.